الحقيقة أنا كنت حزين بتأجيل الاحتفالية من اليوم السابق اللي كان محدد للتكريم. حزين لسببين. السبب الأول أنه كان في ذلك التاريخ حادثة مؤلمة في ذات اليوم تقريبا أو لا بيوم، حادثة قطار المشؤوم اللي بلا سبب وبلا داعي وبلا مبرر وبلا منطق يحدث فيه ما يحدث. السبب الآخر أنه فات موعد الالتقاء بكم، وأنا شخصيا تربطني بمحامين حلوان علاقات قديمة، أنا أصدقائي القدامى اللي توفاهم الله رموز المحاماة اللي احنا بنعتز بيهم. ما زلت اذكر، مش عايز انسى، لكن اذكر عبد السلام مسعود الله يرحمه، اذكر مصطفى عويس، اذكر محمد مبارك، اذكر محمد القناطي، اذكر كثير من الرموز اللي كانوا بيمثلوا قيمه للمحاماه. وكانوا عنوان لشيء غريب في محامين حلوان على فكره. وانا في العمل النقابي من زمان كنت استشعر انه في حساسيه لدى حلوان للاحداث، بمعنى انه لما بيبقى في حدث سواء كان سلبي او ايجابي بتشعر بيه في حلوان قبل ما تشعر فيه حتى في وسط البلد، قبل ما ابدا الخبر عامه ما يتاثر او يظهر له اثر في التعبير، كنا بنحس بحلوان ومحامين حلوان. ودي راجعه لطبيعه الشخصيه المكونه لهذا المكان. وانا بقول شخصيه لانها هي خلاصه اطراف متعدده. حلوان قديما وحديثا فيها الصعايده، فيها البدو، فيها الحضر، فيها العمال، فيها جمهورية. هي منتخب، هي جمهورية، منتخب بشري خرج لمصر شكل رفيع المستوى. لأنه حلوان بالنسبة لنا مش بس قلعة صناعية، مش بس مكان، مش بس مكان سياحي ولا منتجع ولا مشتى ولا غيره. حلوان أهميتها وقيمتها بأبنائها، بالمحامين اللي فيها وبالشخصيات العامة اللي فيها. فأنا اسمحوا لي أحيي محامين حلوان، أحيي حلوان. أيضا وإحنا بنتكلم عن الشأن النقابي لازم نرصد الأمور بشكلها طبيعي من غير تزويق. وأنا بعتبر إن إحنا في اللقاءات المرتبطة دي بين المحامين وبعضهم أكثر بشعر بالأمان وبشعر أيضا بحرية الكلام. أنا في أي حوار عام ببقى براعي إنه ما حدش يقول، ما حدش يسمع، ما حدش، ما فيش داعي نسير أو نلفت الأنظار لأخطاء عندنا، لكن في حوارنا مع بعض لازم نبقى في منتهى الصراحة. نبقى في منتهى الصراحة لأن المصارحة والمكاشفة هي اللي بتخلينا نتقدم. إحنا مثلا تأخرنا كثيرا في تنقية الجدول، تأخرنا كثيرا. وكلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين عن هذا التأخير. وأنا أولكم، أنا أول مسؤول عن هذا التأخير، لأنه كنت بتولى عمل نقابي طوال سنوات طويلة. لكن تأخر ليه؟ تأخر لأن إحنا أيضا ما كناش بنكشف بعض، لأن إحنا ما كناش بنواجه بعض بالأخطاء، ما كانش عندنا شجاعة المواجهة. وأنا بقول أنا أول واحد ما كانش عندي شجاعة المواجهة، لغاية ما وصلنا إلى نقطة لا فارقة، يا إما المحاماة تبقى محاماة يا المحاماة تروح مننا، ونبقى مسؤولين أمام ربنا وأمام التاريخ وأمام الأجيال إن إحنا ضيعنا المحاماة. كان لازم ناخد موقف في مواجهة تنقية، وموقف في مواجهة التعليم المفتوح،
رغم ان الموقفين دول في غاية الصعوبة على اي شخصية عامة انتخابية بتدخل انتخابات وبتنشط اصوات الناخبين انها تتصدى لأحقيتهم في التصويت وتتصدى لاستبعادهم من التصويت. دي مقامرة ومغامرة، لكني انا شخصيا امنت بانها هي المخرج الوحيد للمحاماة علشان تبقى محاماة، علشان نخرج من الحيز الضيق اللي احتبس فيه المجتمع المحاماة. المحاماة اتحبست يا اخوانا، اتحبست في تعليم مفتوح، مش تعليم المفتوح بالنظام المفتوح، تعليم مفتوح بشكل عام، انه يعمل عشرات كليات حقوق في كل مدينة، في كلية حقوق في كل مكان في مصر، الان في كلية حقوق هتخرج الاف بلا حدود بلا سقف. ليه؟ ما تفهمش. عايزين خريج الحقوق في ايه؟ برضه ما نفهمش. المحامين اللي مطلوبين مفروض انه في نسبة محددة لا يزيد عنها الخريجين. القضاء ايضا المشتغلين بالوظائف القانونية محدودين. طب الالاف المؤلفة دي اللي انتوا بتدفعوها لسوق العمل بتدمر المحاماة وبتدمر العدالة وبتدمر القضاء. ما اكتفوش بزيادة العددية لكليات الحقوق، دخلوا علينا بالتعليم المفتوح وجابوا الدبلومات المختلفة وقالوا خشوا كمان علشان تبقوا محامين زي باقي المحامين، فنتحبس في كارنيهات وتبقى المحاماة كارنيه، ويبقى اللي معاه كارنيه محامي، ويبقى اللي معاه ليسانس أي ليسانس يبقى محامي، واللي يبقى معاه شهادة حسن سير وسلوك يبقى محامي، والمجتمع مش بيتكلف حاجة، المجتمع ما بيدفعش، الدولة ما بتدفعش للمحامين لا رواتب ولا تعويضات ولا معاش ولا علاج ولا دعم، وبتخرجوا حتى من بطاقة التمويل. إذا المجتمع ده كان حريص إنه يحبس المحامين في الدائرة الرقمية، فنبقى 600,000 و700,000 من غير فايدة حقيقية. يخرج من بطننا ويخرج منا من يسيء إلينا ومن يدمرنا ومن يدفعنا أو يدفع بنا إلى المساحات اللي احنا بنتكلم عنها. الحديث اللي انا سمعته النهارده عن احوال المحاماه والمحامين ده حصاد سنوات من المراره والتراكم من الاخطاء في السلوك المهني وفي التربيه المهنيه. احنا يا اخوانا لازم نبقى عارفين كويس انه حتى حاله التدهور التعليمي مش بس جت على نقابه المحامين ولا على المحامين، ده جت على القضاء وجت على الشرطه وجت على كل الفئات، لانه مفيش تربيه حقيقيه في التعليم. تعليم بلا تربيه بلا 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 تهيئه حتى للمنطق وللوظيفه اللي موجوده. فخرجنا وخرج الشباب او اجيال الشباب لا عندها ثقافه قانونيه ولا عندها حتى الحدود الدنيا من الاخلاق والاداب فيما يتعلق بالتربيه الاساسيه في تعامل الناس مع بعضهم البعض. عشان كده بنشوف اخطاء غير مسبوقه، بنشوف انفلاتات غير مسبوقه، بنشوف جرائم غير مسبوقه، واللي معاه سلطه واللي معاه سيف بيستخدمه في مواجهه الاخرين. علشان كده المجتمع كان هيدفع او بيدفع فاتوره في غايه الخطوره علينا، واحنا كنا مستهدفين. نقابه المحامين مستهدفه، وانا بقول مستهدفه من عدو خفي لا يريد للمحاماه ان تكون محاماه، ولا ويريد ان يبقيها حبيسه الرقب، حبيسه الكرنيه، مش حبيسة الإرادة لا بس، وإنما يمنعونا عن الشراكة الحقيقية في العدالة. إحنا لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية تذكر المحاماة في فصل اسمه فصل المحاماة. لأول مرة ما حصلتش في تاريخ أي دستور إن المحاماة تذكر بهذا الشكل وبهذا التكفير وبهذه القيمة، ويتقال في الدستور مش في قانون المحاماة أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية، مش تعاون السلطة القضائية، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. ده لأول مرة يتقال إنه كفالة حق الدفاع في الدستور مناطها استقلال نقابة المحامين واستقلال المحاماة. ده في الدستور هذا الكلام ذكر دستوريا، لما يتقال إنه مفيش مقبوض عليه يبدأ معه التحقيق إلا بعد إخطار محامين، ولا يدخل ولا يقدم للمحاكمة إلا بوجود محامي، سواء كانت في محكمة الجنح أو في الجنايات، سواء بسواء. لما الدستور ينص على كل هذه القيم، ينص على كل هذه المعايير، وإحنا ما نبقاش قد هذه المعايير، يبقى في حقنا.
عشان كده احنا كانت حملتنا في دفع الاحتلال اللي احنا كنا محتلين من غير المشتغلين. غير المشتغلين كانوا محتلين نقابة المحامين. احنا النهاردة كل موجودين في نقابة المحامين جدول عام وجدول خاص وقطاع عام 190 ألف دخل على 200 ألف. كان الجمعية العمومية اللي أجرت انتخابات 2015 كانت 375 أو 386 ألف. 386 كان لهم حق التصويت. كان لهم حق التصويت بمعنى ان هم كانوا مسددين الاشتراك. لما يبقى ده الرقم. ده الرقم اللي كان بيهيمن على نقابة المحامين يبقى كل موارد نقابة المحامين كانت بتتوزع على 365 او 85 الف. النهاردة امكانيات نقابة المحامين هي هي بتتوزع على 200 الف. وفي فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. احنا ما حسيناش انه في حد غاب مننا. مش انتوا موجودين محامين حلوان؟ حد يقول لي محامي حقيقي مشتغل؟ القواعد دي حرمته من انه يشتغل. بغض النظر عن المتاعب، احنا تعبنا وشقينا وقفنا في الجوازات ووقفنا في غيره والبعض منا اسرف حتى في الخصومه ويشتم في يمين ويشتم في شمال، لكن في النهايه حصيله ده ان اللحام يحمل كرنيه 2019 كل الجهات تحترم وجوده وتحترم محاوله، لانه عرفوا انه ما فيش حد بيعدي ويبقى حامل كرنيه هنا الا اذا كان فعلا محامي مشتغل يستحق التقدير. النهارده لما ما حد يحكي لي بيقول لي انا كنت في كمين من الاكمنه وقال له شوف الكرنيه بتاعه، فقال له ده كرنيه 18، كان بيحكي الحكايه دي على السنه اللي فاتت، قال له ما دام 18 يبقى محامي بحقه حقيقي، سيبه خليه يعدي. اذا القيمه احنا اخذناها ووصلنا اليها، لكن لم نصل الى ما نصل اليه بشكل حقيقي وبشكل كامل. امامنا مشوار طويل. بدانا في المشوار الاقتصادي، ضعفنا العناد، ضعفنا العناد 100%. العناد تم مضاعفته. المعاش وصلناه الى 2000 جنيه وقابل الزياده كل سنه 5% تدريجيا من غير رجوع لجمعيه عموميه، ايضا ودي مضاعفه للارقام قبل ان ننطلق بسنوات. يعني احنا بقالنا سنتين نشتغل في الـ في الـ في الـ في التنقيه، سنتين او ثلاثه، والان احنا داخلين على معادلات اخرى من الترقيه، ترقيه شان المحاماه والمحامين. مواردنا اللي هي 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 هي. مش واحد يقول لي مش انت شلت 300 الف واحد؟ طب الاشتراكات والرسوم بتاعتهم دول ما كانش بيجيبوا حاجه للنقابه، هو بيدفع 200 جنيه ويمشي. اللي بيجيب انتم هم ايرادات نقابه المحامين لم تتاثر بانقاص اعداد التنقيه اللي احنا عملناها، لانه في النهايه هي نفس الموارد، لانه مشتغلين هم لكن المستفيدين ما كانوش هم المستفيدين، كانوا اضعاف المشتغلين الحقيقيين. علشان كده احنا كنا بنضيع. يعني احنا داخلين بعد التنقيه الرقميه والتنقيه العدديه والكم الى الكيف. كيف قلنا الموضوع مش هيكمل كده لمجرد ان انا استوفيت الحضور بشهاده وبمحضر جلسه وبمذكره. لا، انا عايز قيمه المحامي تعود كما كانت في اوائلها، لما كنا بنتكلم على انه نقيب المحامين كان بيقود مصر، لما كنا بنتكلم على انه المحامين كانوا بيقود ثوره 19، لما كنا بنقول عن المحامين اللي كانوا بيديروا ويقيموا الدنيا ويقعدوها، لانه كانوا محامين محترمين، ما فيش حد فيهم كان بيلبس جينز في المحكمه، ما فيش حد فيهم كان بيروح بتيشيرت، ما فيش واحده من المحاميات المحترمات كانت بتروح بلبس غير لائق. اذا المظهر عليكم ومسؤوليتكم، وانا بحملكم مسؤوليه. ما تشوفوش ايه اللي بنعمله، مش لابس لبس كويس، مش لابس البدله كامله في المحكمه، ولازم تعيبوه ولازم تحاسبوه ولازم تأنبوه ولازم تراجعوه ولازم تصححوه. ما تستنوش قرار نقابه عامه، لازم انت تمارس دور الاب والاخ والناصح. لما تشوف ابننا من ابنائنا داخل المحكمه والزي مش لائق يسيء لها او بيجعلها في مظنه حتى ذهنيه، لازم تقول تنصحها. عيب، لازم تلتزمي، لازم تكوني، لازم ولازم ولازم، علشان نحافظ على شكلنا. مظهرنا مهم، مظهرنا وانطباعنا امام الاخرين مهم. الامر الاخر السلوك المهني ذاته والامانه المهنيه والشرف اللي احنا اقسمنا بيه واقسمنا عليه والاستقلال اللي احنا
قلنا ان احنا بنؤديه كمحامين كل هذه الخيمة احنا محتاجين نثبتها ونعيدها. النهاردة في كثير من العلوم ما كانتش موجودة. انا زمان اذكر وانا في مكتب مرة في مكتب الاستاذ محمود عبد اللطيف، وكان ايامنا ما كانش في تصوير متاح للمستندات، وكان القسم اللي يجيب حافظة المستندات يعرضها على مكتب المحامي قبل الجلسة بيوم، عشان المحامي لما تيجي الجلسة ما يطلبش اجل اطلاع على الحافظة، لانه ما كانش التصوير سهل ولا كان متاح. فكانت المحامين بتبعت حافظة مستنداتها لمكاتب الخصوم. انا كنت بشوف الخصم بيبعت حافظة المستندات مع كاتب يدخل للمحامي ويخرج بره ويسيب له حافظة المستندات. حافظة المستندات دي بيبقى فيها شيء واصل عقد واصل اقرار واصل مستند. المحامي بالامانه والنزاهه اللي احنا اصلا متربيين عليها يطلع عليها ويرجع حاله تاني. احنا نقدر نعمل ده دلوقتي؟ نقدر نعمل ده دلوقتي؟ ما نقدرش نعمله ليه؟ مش لان احنا وحشين، لان احنا ما حرصناش على ان احنا نؤكد السلامه المهنيه لدى ابنائنا ولدى اولادنا. عايزين نرجع الثقه دي والقيمه دي. المحاماه ايضا محتاجه محامي متخصص، محامي متدرب، محامي مثقف، محامي قارئ، محامي دارس، محامي مضيف. المحاماة النهاردة مش بس احنا درسناه في كلية الحقوق، المحاماة عايزة جهد كبير جدا علشان الناس تترقى فيه. عشان كده احنا عاملين معهد محاماة، دي محاولة متواضعة، وهنعمل أكاديمية اسمها أكاديمية المحاماة. أكاديمية المحاماة اللي هتبدأ مفروض في مشروع القانون ل 2022 هتبدأ فيها، مش هيقبل في نقابة المحامين ابتداء من 2022 الا اللي نجح في اكاديميه المحاماه. اكاديميه المحاماه تسبق القيد في نقابه المحامين، ولاحقا على الليسانس هيكون المحامي اللي بيتقيد في نقابه المحامين حاصل على مؤهل علمي اعلى من المتقدم للوظيفه القضائيه. اعلى. هي دي القيمه اللي احنا عايزينها عشان نضيفها وعشان نؤكدها وعشان نكرسها وعشان نعمقها في ادائنا. هي دي الرسالة اللي احنا معنيين بيها. وانا حاسس انه حضراتكم بالاندفاع الاخيرة والكشف الاخير وانتفاضة المحامين. انا اللي انا شفته في 15 يناير مش حضور جلسة، اللي انا شفته انتفاضة المحامين. المحامين ادركت ان في خطورة على المحاماة، ادركت ان في خطورة على المحامين، ادركت ان في خطورة على انفسهم، فكان لازم يقفوا علشان يدافعوا عن نقابتهم ويدافعوا عن مهنتهم ويدافعوا عن رسالتهم. احنا حريصين ان احنا نقدم هذا الدعم خلال المرحله القادمه. التعقب القضائي والشرطي للمحامين اثناء العمل غطناه في التعديلات التشريعيه الجديده اللي هتضيف نفس الحمايه امام المحكمه، امام جهات التحقيق وامام جهات الاستدلال. ايضا في عدم جواز القبض ولا الضبط ولا الاحتباس لاي سبب من الاسباب. بعد ما بنشوف النهارده ان المحامي وهو بيعمل محضره خصمه ممكن يقدم شكوى ضده فالاثنين يتحجزوا والاثنين يتعرضوا على نيابه محبوسين. هذا امر بالتعديل الجديد هينتهي وهينقضي، لكن في ذات الوقت ايضا احنا مطالبين ان نقدم مبادره الاصلاح من انفسنا ونحاسب نفسنا الاول. نحاسب انفسنا الاول، مش كل ولازم نتكلم بصراحه، مش كل المشاكل اللي احنا بنسمع عنها وبنتصدى لها وبننتفض لها المحامي مجني عليه فيها. لا، كثير من المشاكل بدون تحديد المحامين هم الاكثر عدوانيه فيها وهم سبب فيها، نتيجه انه صغير في السن حديث العهد، مش محامي اصلا، محامي بقى من الكارنيه بتاعه من سنه 12 ما اتجددش ويقول انا محامي على ما الناس تنتبه لهذا الامر تكون القيامه قامت والدنيا وقعت. فاحنا محتاجين ايضا نراعي ده. ما ينفعش المحامي يدخل قسم الشرطه بالبيجامه ولا بترنج سود ولا بلبس غير لائق. ما ينفعش يروح يشبشب، ما ينفعش يدخل المحكمه وهو ما يقفش بروب في الجلسه بتاعته. ما ينفعش المحاميه تعمل كده. كل دي مسالك بتفرض الاحترام اذا التزمنا بيها، بتفرض احترام الاخرين اذا التزمنا بيها. لكن ده مش معناه ان احنا مش هنقابل مشاكل. هنقابل مشاكل وهنقابل عدوان وهنقابل وقائع بتحدث هنا او هناك، زي ما حدث في واقعه فرسكور، واقعه ضابط الشرطه اللي ضرب حدف محامي بالجزمه. ما اعتذر لنا رئيس الجمهوريه، اعتذر لنا في سابقه غير مسبوقه، لكن في النهايه ده مش هيمنع الاخطاء. هذا الكلام مش هيمنع ان كل يوم يبقى في غلط من هذا وذاك، من هذا المسؤول ومن ذاك المسؤول ومني ايضا.
فإحنا أطراف مختلفة، كل منا سوف يخطئ، لكن علينا أن نضع كيف نضع المشكلة في حجمها الحقيقي، وكيف نوقف الأزمة عند أزمتها الحقيقية، مش التصعيد المطلق أو الزؤام غير المبرر، لكن التصعيد الواعي والموقف الواعي والدراسة الواعية. إحنا حظنا سيء إنه أغلب الأحداث اللي بتيجي بيبقى المحامي متصل بالموضوع اللي محل الجناية، يعني لما يبقى محامي إحنا مش عناش عن حساب إنه المحامي أصلا يطلع له قريبه كان مطلوب القبض عليه في القضية الفلانية، أو قريبته مطلوب القبض عليها في القضية الفلانية، أو أخوه مطلوب القبض عليه في القضية الفلانية. أغلب الأحداث اللي بتحدث نتيجة الوجود الشخصي في مكان الحدث اللي بيربط المحامي بالجريمة اللي مطلوب اتخاذ الإجراء فيها. ومع ذلك احنا مش بنقول الناس دي ملايكة في التعامل، ولا احنا كمان ملايكة، احنا كمحامين مش ملايكة، وايضا الشرطة مش ملايكة، وايضا القضاء مش ملايكة، لكن علينا ان نفرض احترامنا على انفسنا واحترامنا ايضا على الاخرين علشان الناس تحترمنا. واحنا عندنا القدرة نقطع ايد اي متطاول على المحاماة وعلى المحامين، مفيش خلاف هذا، ولا تنقصنا الشجاعة في اتخاذها، لكن ايضا لازم بالحكمه اللازمه لتحقيق الامر، مش بالتهور، مش بالصراخ، مش بعلو الصوت، لانه لازم نعالج الامور بحكمه علشان نصل لمقتضى طمحنا. احنا اول مره في تاريخ مصر يحاكم ضباط امن وطني على تعذيب محامي في المرج، وراحوا قدموا تحقيق في الجنايه، تقدموا القبض عليهم واتحبسوا وراحوا محكمه الجنايه، ما حصلتش في اي تاريخ. وانا اتحدى حد يقول لي وقع حدث فيها هذا الامر في ذات العصر ومن ذات الجهاد ومن ذات النيابه، قبض على الضباط وتحبسوا وتقدموا للمحاكمه وخدوا احكام، طعنوا قدام محكمه النقض وخدوا اتلغى الحكم وعيد محكمتهم واخذوا براءه في نهايه الامر. اذا قدرنا نصل باجراءات قانونيه بمواقف ما تراجعناش عنها وما تخزناش، مش بنتخزن، لكن ايضا احنا مدركين احنا موضع اقدامنا فين. احنا عندنا مشوار مهني صعب يحتاج الى تضافر كل المحامين، ويحتاج الى مساعده كل المحامين، ويحتاج الى نفس كل المحامين. انا بقول انا مصدر قوتي امام الاخرين هو انتم، مصدر قوتي هو احساسي بان ظهر المحامين، وهم عارفين انه سامع عاشور النقيب مش قوته في شخصه، قوته في المحامين اللي معاه، في المحامين اللي في لحظه يبقوا موجودين، في الرساله اللي بيأديها صمتكم اذا كان صمتا قويا او زئير الاسود، ده انا بفتخر بيه وبفخر بيه، بس كيف نستخدمه؟ كيف نقدمه؟ وكيف نؤخره؟ مش نستهلكه، مش نضيعه، مش نفتته، مش نودده. يبقى حديث اخر حتى لا اطيل عليكم، حديث اليوم واحنا قاعدين في حادث انتحار في سيناء في الشيخ زويل، واحد فجر نفسه في 4 أشخاص، 2 ضباط ولا 2 عساكر و2 مدنيين وماتوا. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا في كارثه فعلا في كارثه ومصيبه وارهاب يلاحقنا ومطارده لنا في كل مكان، علشان نتاخر، علشان نفضل مشدودين في هذه واحنا مبسوطين انه في حال طوارئ في سيناء، ولا احنا مبسوطين في الشده الامنيه اللي موجوده اللي اصلا بتفرض ادائها وغطائها على سلوكهم وعلى اعمالهم، احنا مضارين، لكن في النهايه احنا مضطرين ان احنا نواجه، ومضطرين ايضا ان احنا نساند الدوله المصريه في مواجهه الارهاب من غير لف ومن غير دوران من غير اتفاق. مش هنسيب الدوله تنهار ولا تضعف ولا تهتز حتى ولو كانت هناك اخطاء. انا مع المحاسبه على الاخطاء، لكن مش مع ان انا اضيع البلد في مواجهه الاخطاء. اخيرا احنا مقبلين على مشوار طويل مهني ومشوار طويل ايضا وطني وسياسي، مش مطلوب من نقابه المحامين ولا المحامين انها تفضل تعلن ارائها بتاييد التعديلات الدستوريه، هذا كلام مش صحيح، انما المطلوب ان المحامين تروح تصوت، تقول لا انا مسؤول عن حمايه اي محامي يقول لا للاستفتاء، او مسؤوليه عن المحامي اللي هيقول نعم للتعديلات الدستوريه. الذهاب هو الفريضه الحقيقيه، الاختيار ده ارادتك اللي ما حدش يقدر يتدخل فيها، واحنا عايزينك تمارس ارادتك بصوت واضح
وتاخد الموقف اللي انت شايف انه اتفق مع معتقداتك ومع ارائك، لكن نقطة المحامين ما بتمليش ارادتها على حد. المحامين، وانا بقول ان المحامي كل محامي في ذاته نقابة كاملة. ما ينفعش حد يقول ان احنا بنوجه توجيه سياسي للمحامين، هذا كلام مرفوض. لكن في النهاية هذه هي الرسالة التي أريد أن يصلها البعض، لأنه البعض بتوصله بينسب للنقابة رسائل سلبية، يا من هنا يا من هناك. لا، أنا كلامي واضح، نقابة المحامين لا تدعو لاتخاذ موقف محدد، وإنما تدعو المحامين إلى تحديد اختياراتها والذهاب إلى صندوق الاستفتاء والتصويت بما تريد يمينا أو يسارا، نعم أو لا، هو حر، المحامي حر، محدش يملي علينا إرادتنا ولا يملي على أي محامي إرادته. وأنا بقول إنه أي محامي في نقابة المحامين يجب أن يكون محل حماية كل المحامين بغير تراجع وبغير انهزام. أيضا إحنا مدركين إحنا أمام معركة شرسة، مش بس الإرهاب إحنا بنشوف آثاره، لكن أنا بقول إنه الإرهاب والحصار والاستهداف لمصر سببه إسرائيل، وسببه أيضا الدعم الأمريكي لإسرائيل. ولو دول مش موجودين والله ما كان عندنا أزمات، ولا كان عندنا مشاكل، ولا كان عندنا حد يخوفنا، ولا عندنا مشاكل إرهابية. اللي عمل الإرهاب في المنطقة إسرائيل وأمريكا، اللي عمل داعش في المنطقة إسرائيل وأمريكا، من غير لف ومن غير دوران. لا احنا مع أمريكا ولا احنا مع إسرائيل، واحنا هنقول في كل لحظة وفي كل ثانية أن نقابة المحامين مع الدولة الفلسطينية وضد إسرائيل وجودا كاملا، وضد المخطط الأمريكي في المنطقة، لأننا نؤمن بعروبتنا ونؤمن بأدياننا وحريتنا الإسلامية والمسيحية ودعمنا لشعبنا. عاشت نقابة المحامين للوطن، وعشتم لنقابة المحامين، والسلام عليكم ورحمة الله.